مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم لحلقة جديدة من يوميات ستار أكاديمي بالأسبوع الأخير لهالموسم. بالبداية ألف مبروك للطلاب الأربعة هايدي، مروان، محمد ونسيم لتأهلهم للحلقة النهائية من ستار أكاديمي. صوتكم وحده مشاهدينا رح يحسم النتيجة، فما تترددوا تصوتوا لهايدي من مصر على الرقم 1، مروان من لبنان على الرقم 2، محمد من مصر على الرقم 3، ونسيم من تونس على الرقم 4. يوميات ستار أكاديمي الليلة جولة على آخر أخبارهم، البداية مع زيارة ليا مخول للأكاديمية. كل يوم شو فجأت الحلوة كيفكم؟ كيفك حبيبتي زمان؟ هيدي انتو كيفكم؟ ثاني بس جمالكم غريب وجهي. نعم؟ مش غريب وجهي؟ شفتني مرة ايه؟ اوريدي كيفكم؟ انا مرتين صحتين؟ عقلبك او ماي جاد كثير غريب سوري يعني هلا ايموشن شوي. اوكي اول شيء جبت لكم كادويات. اول شيء للبنت اكيد. للبنات برضو؟ لا ايه سوري هيدا بين شو للبنات بس. ميرسي ميرسي لزوجك. فوالا افتحوهم هلا. كيف تستحوا؟ او ماي جاد سوري انا رح اوقف شوي. او ماي جاد ثانك يو. ليه؟ احنا كنا قاعدين تحت اصلا. شو كنتوا عم تعملوا؟ حبيتوا؟ كثير عنجد. كثير انتو يعني شي بيشبهكم وشي كمان بيشبهنا. بدنا نغني غنيه كلنا بالعربي. ما بغني بتعرفوا بس انه هيك كنت غني شوي. غنيت غنيه وغنيتين بالعربي شي بيموت ضحك. عنجد بالايفال بتذكر اللي كنت بعرفها هي انا يا حبيبي وحبيبي انا لحبيبي بس كلمه ايه امبارح مع عنجد والله بس كلمه ايه مش لحال بل شو بكمل يلا ننصحك ليه؟ خليكي ضمن هون خوتي مخوتي ما في شيء خليكي ضمن خوتي خليكي هي كانت طبعا ما الميك اب طبعا لا ويت بنات مالك يا ليا عندي سؤال شو انت بس اثنين كلها كيف شو في هيدا هيدا العجقه ما فهمت اذا انه نسيبهم كمان هلا عرفنا مين شو ما ضلش عندنا اكيد مش لاقلكم هو كلمه ده بتاعي وده بتاعي وده بتاعي كل تبع جبت كل بيتي كمان والله يا ابي شو طيب كانوا 8 كنت هيك اوضه صار اثنين بعد هيك لا بس هلا ما عم بفهم هيك زلت هو كله غرضكم لكم بس نيتكم ما هيدي ربحت شوبينج وكذا بس لا بس جبت الداون تاون هون او ماي جاد اسم الله عليكم يعني وكل واحد ضبوا كل حوالي وخلص معك شنطه واحده عشان تعمل جبت لك بتقول لهم هلا يجيبوا لها شيء بدنا نتلفن للفانز برا خلص ردي عشان عم تضحكوا يا جماعه لا حرام الو سو انا بالاكاديمي مع الكانديدايات وحابين نسلم عليكم كلكم برا اند وي لاف يو هاي هاي فانز يلا هاي ام باي كثير حلو حبيت الديكور حبيت كلمة مين هاي؟
موبايل. هلا انتم مش عارفين شو عم تعيشوا عن جد لبعدين بس تظهروا بتصيروا تقولوا. هلا يمكن مش الكل عم تفكر مثلي بس انا عن جد كثير اشتقت للاكاديمي وبس ظهرت تلاحظت هيدا الشيء انه قلت انه هذا الاكسبيرينس بس مره بحياتكم وكل شيء اللي تعلمتوه هون عن جد لازم تستفيدوا قد ما فيكم وما تخافوا من شيء. يعني انتم ما بتحبوا تغنوا ما بتحبوا المسرح ما بتحبوا كل هول سو ما لازم تخافوا. وبدي اقول للي رح يكونوا بالفينال اخر برايم ما تفكروا بالعالم ما تفكروا اذا رح اربح ما رح اربح بس انبسطوا. هيدا عن جد هيدا الميوزك قبل كل شيء الباسيون يعني لازم تحبوا شو بتعملوا ما تفكروا غير. بس طب معقولة جيبوا لك قدام هدومة بس شو سميتي؟ لا أنا ما سم ده في واحد فوق سمير بس ده ما لوش اسم. لا بدنا نلاقي لا يعني ليا بيسترك 11 بدنا نسمي هيدا الشيء. شو كان اسم بيبي تبعك؟ هيك هيدا ميموري للكل إنه يلا بدنا نلاقي اسم كله اسمه على هيدا ليا سميته. أنا بقول باربي. واو ويلكم ويلكم باربي تعال هون باربي باربي بالبي ايه باربي بس دو بي عم تحكي جد قد ايه صعبه لا اولى باربي 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 الله لك شو رايك نجيب لك بقدونس بزينية مهضومة عم تخيل كيف تتبع على الانستغرام مثلا انت لا ما في شغله يعني ستار اكاديمي يا انت مهضومة مش انا هيك لا 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 حلوة 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 لا Thank you guys. Thank you. ميرسي كتير عن جد. ميرسي لك كتير. انبسطنا كتير كتير وبجد يعني لو عرفتي تكررين تاني فعلا مش مهم جاي. يا مروان خلص. مش مبسوط. انتبهوا على حالكم ومثل ما قلت لكم عن جد خليكم هيك اهم شيء. وجود لك للكل. اول بريك بحالة الليلة وبنرجع للاخبار. منتابع حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي مع صف جديد للمسرح مع بيتي. هاي سبا. لكن بس مدام في سايك سؤال ليه ما بتسأليهم السؤال سألتيني إياه؟ ليه ما بتنطفوا بترتبوا هون؟ إنه سألتنا كلنا شو ليش مين قال إنه التنظيف والترتيب هو مش بس مسؤولية البنات. النسوان بس هن البنات بيجوا من مين قال؟ شباب يأخذ فوضى ما عرف يفوضى لا رح أقول لك شغلة أنا قليلة. المشهد تبع الأدوية مثلا هذا كان فكرة نسيم صح؟ الكبيتين البلاستيك كانوا بمشهد محمد عباس لا هذا اليوم اجوا بصف مدام ماري هوديك نشيله هوديك اثنين هولي فكرت هون زيتون عرفت يا حن هوديك تمرين اليوم لانكم قليل يعني مختلف طبعا مش رح نشتغل على نص ولكن رح نشتغل على شيء شوي أصعب يعني إذا ملاحظين الإكزرسيسات عم بيصيروا من شوي لشوي أصعب وهالمرة يلي ثابت
هو السيتواسيون، السيتواسيون يلي بدي احطكم فيها. هيدا ثابت. 5 4 3 2 1 توب. هايدي جيتي؟ الحمد لله. تعال تعال، انا عايزه اتكلم معاكي ضروري. فين؟ كويسه؟ عارفه محمد كلمني وقال لي هيجي ياخدك من بيتنا، يعني خطيفه فاهمه. عايزه بتهزري؟ بتهزري ايه؟ انت اهلك مش عايزين؟ بتهزري ايه؟ لا هروح معاه طبعا. لو حصل ايه هوافق وهروح معاه. لو ههرب من البيت ماليش دعوه. هتروحي معاه؟ ماليش دعوه. اه ماليش دعوه. هايدي واهلك يا هايدي وابوكي وامك اللي ربوكي. يا لهوي. يا لهوي ايه؟ بقول لك هروح معاها وانا عارفه بقى لي 5 سنين عشان في الاخر يعملوا معايا كده، وقلت لهم ان انا بحبه وعايزاه. بس دول اهلك يا هايدي اللي ربوكي. ازاي لا؟ ازاي لا؟ انا تعبت يا حنان. تعبت؟ انا بقول لك بحبه بقى لي 5 سنين وفي الاخر هم برده مش موافقين عني عشان الفلوس. ايه يعني ان هو مش غني؟ ايه المشكله؟ بس ما تنسيش ان دول اهلك وعارفين مصلحتك اكتر منه بكتير. اوكي، عشان الحب ممكن يروح، بس اهلك دول المفروض هو يجي الساعه 12. شوفي بجد، شوفي الحل وما تتسرعيش. اوكي، عشان انا عندي مسؤوليه كبيره. مش قادره افكر حتى. انا اسفه عشان بجد، يعني مش قادره. تفكري في ايه؟ عارفه ليه 5 سنين بحب واحد وفي الاخر هم مش راضيين عليه؟ هاخده يعني هاخده، وبحبه وهتجوزه، واللي هم عايزينه يعملوه. ثانيه بس، اللي هم عايزينه يعملوه. كنت عم بحكي مع اهلي امبارح وقالوا لي لازم اتجوز سلوى بنت عمي، و مثلك كانت ردة الفعل نفس الشيء. بس عرفتي؟ عم تمزح معي؟ لا بس تخبري، تكمل خبري. لازم اتجوزها. بتعرفي انه اهلي ما في زعلهم وفي ورثه بالعائله كذا لازم تقسم. انا بضل معك نفس الشيء، يعني انتبهي، بضل انا وياكي نفس الشيء. شو بدكي؟ حلوة الخبرية، بتضحك. أنا شو بكي؟ عن جد بتضحك. ما بدي أخبرك أخي. طيب ثانية بس، ثانية. أوكي، لازم أتجوز سلوى و جيب منها. شو حطيت لي هيدا الشيء؟ جيب منها ولاد. حنان طب روح سلوى وجيب منها ولاد. لا لا ثانية، بنضل أنا وياكي نفس الشيء. كيف أنا وياكي وضل شوفك وبضل؟ لا حبيبي لا، أكيد لا، ما بقبل. بتضلي حبيبة قلبي؟ لا 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 لا، سوري لا. هيك بيوصلني حقي، يعني وصلني 50-60%، سكيني بابو، يعني مش قليل. انتبه. أوكي. لا 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 مشهد. لا هيك مشهد. صح. هلا ما بدي ارجع اعمل له ريبيتيسيون، لانه مش الهدف مشهد. اعمل ريبيتيسيون، الهدف نعمل غير شيء والشيء الثاني يلا. هلا انا هو هلا انت جوا هو برا. شو في يا حنان؟ شو بك؟ امبارح رحت عند الدكتور قال لي انه امبارح كيف حامل؟ كيف يعني شو كيف؟ كيف شو حاملة شيء؟ شو؟ حاملة مرض يعني؟ شو؟ شو حاملة؟ أنا حامل. ببو يعني؟ إيه بالضبط. ببو؟ إيه. حلو؟ حلو؟ شو ناوي تعملة؟ شو ناوي أعمل بشو؟ بحالنا ببو. طب أنا وياك أو بالبيبي أو بشو؟ لا بالبيبي. شو ناوي تعملة؟ شو ناوي أعمل؟ شو بكير المسؤولية هلا؟ بكير؟ مش كانت بكير أول شيء؟ قبل ما كانت بكير؟ بس نحن مش حاسبين هيدا الحساب حنان. ايه اوكي. يا بعد اكسرسيس بسطتو في هيدا كتير لذيذ هيدا. ايه يا ميرسي مدام بنتي. باي. بس اليوم كتير انبسطت منك مروان. ميرسي. عن جد اليوم رحت عليك اليوم. انا لا بلا حياتي انت بلا. بس قصدي هو لانه ولا مره قطعني. انت معود عليكم. شو كنت بخيل معك؟ شو كنت بخيل معك؟ شفت شو كنت بخيل معك؟ كثير. ايه ثانك يو. وتقطش المشهد وتضحك بنصه وتقطش المشهد. اذا حابين تعيشوا التجربه مثل طلاب ستار اكاديمي، إذا عندكم الصوت الحلو والطموح الكبير وبتحبوا تكونوا من طلاب ستار أكاديمي للموسم 12، ادخلوا على موقع البرنامج www.staracaribia.com، عبوا الاستمارة وحملوا فيديو بصوتكم. كمان مرة مشاهدينا منتوقف مع بريك ومنرجع.
منتابع حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي، وما تنسوا تكسفوا تصويتكم للطلاب وتخلوا نجمكم يلمع. هذه شرارة وعلى غير عادة زار الطلاب بغير وقته وكمان بغير ما بنعرفه، فشو القصة؟ شرارة شو يا حبيبي؟ ليش هالزيارة الحلوة؟ كيف؟ سوري ليش؟ ايه اتسلى هون بشوفكم. وين قاعدين؟ شو أخبارك؟ تمام؟ لا لا شو وين قاعدين؟ احنا قاعدين في الليفينج يعني، واحنا عاملين نوضه. ما انت شفت بدي اغير الكادر لانه كل ما اجي عم بحس حالي محضر. كليشيه هون. ايه نقعد على البراد مثلا. المستديره يا شرار، طيب. جوز نعطيك جوز. ايه بشرب جوز. جبت لكم شيء، خلي حدا يجيبه هلا. عم تحكي جد؟ والله لا 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 كذا كثير والله. شرار ايش معذب كذا برضه يا قمر؟ سالوني يا زامي كيفك؟ لحظه اللي ما في جديه، ما في انه جاي. لا ما فيش بقى، طلعت الايباد وجاي انه هو كثير جاي يشتغل. ايه شراره وبعدين تعا وقول انه جسمك مش حلو وقول ما تاكلهم كلهم هلا يعني ما تدلق ما تدلقهم بتمك يعني تدلقهم بتمك كله يوبو قالوا لي يوصل مثل ما هيك خب بكسر عليكم انا ليه عزب عن جد ليه عزبت حالك سنة شوي ما هذه شاسرة الحلوة حبيبي سنة شو عن جد خبروني انه حسيت انه عنا دبريف هلا ما بعرف ليه شو لا النهارده هاني جاي يقعد معنا يلا هيك نصور مين بده اورنج جوس مين بده ستروبري ذس از اورنج يا اورنج يلا انا اخذ اورنج بدي اخذ ايه على حسب انه انا كوكتيل انا هيدا بعتقد ضربه حرق بس جوز الهاز انا بحب ده مين عايز انا عايز ده في شوغري كده او لا دازنت ميك سنس كل واحد يخبرني كل واحد يخبرني من قلبي انا مشتقت لك مشتقت لي احلى شيء فيك انك صريحه في احلى شيء احلى شيء صراحه يعني. برافو ابشع شيء لك وحلوه وصريحه تشيز مش تبكي كيسك تشيز هي معوده تشوفني كل نهار جمعه اكيد مش هتشتغلي بدك جمعه جمعه تشتاقي لي بدي على الحكي اللي حكيته اكيد مش هتشتاقي لي بحياتي اكيد لا شو قلت ما قلت شيء بس يا عسل انت كمان اشخاص قلت لها انه ورانا مني بس لا انا قلت شغله هيك حلو قلت لي بالعكس ان جنرال طب خبروني شوي كيف كان الايفال شو كيف التحضيرات شو صار معكم قد ايه في خوف قد ايه في تنشن وانا عملته منيح لهيك انا نومينيه هالاسبوع روعه نومينيه لا الايفال كان لطيف جدا اليوم كان حلو اصلا جابوا لنا امبارح قبل امبارح جابوا لنا ايه اول امبارح جابوا لنا ايه وايه امبارح جابوا لنا ايه فكرين ايه انا كنت زيد عليها كثير هذيك لا عم شوف بس مروان شو اخذ على خاطرك انت اخذ على خاطرك انا ماشي اخذ على العكس والله العظيم والله انا بحبكم جاي بس انه يمكن نفسكم شوي انا بحبنا لك وش ما بحبك اكيد ليه ما بدي احب ليه ما بدي احبكم ما عنده شيء ضدك يا حنان ليه بتاخذوا موضوع شخصي ليه كل شيء بتاخذ انا ضروري اعرف بدنا ضروري نحكي بس لانه في عمود هون ما بعرف انا كل واحد وشخصيته انا ما بحب ما بعرف يمكن لو كنت عم بمدحك كنت حتحبيني اكثر لا وحيات الله لا سيريس انا ما بحب العالم يلي هيك كتير عم تضغط علي يعني عموما شو تضغط عليك هيك يعني ما بعرف يعني شغلي انا وقت اشتغل موسيقى بشتغل تحت ضغط يعني بحب البريشر انت او انتم وضعكم مش هين صح بس كمان برجع بقول انه خلص تعودتوا يعني خلص صار ماشي بعروقكم صار روتين الاكاديمي والسيستم كله خلص ما بعتقد في حجه بس انا كنت بدي اعرف بس اذا انا بحب على طول حرك بحب ادفشكم بس اذا ضلني انسان مرتاح ما بينجح صح ما عليه لا تزعل مني انسان قاعد هيك انا بده في شوية تعب شوية جهد وخاصه بالفاينل بقول لك شغله اذا بحكي شيء بحكي من رايي الشخصي انا بشوف قصص وفيني يكون غلطان عادي وفيني يكون كثير معي حق كمان بس انه يعني الدنيا ذوق والاذواق تختلف صح ما فينا نكون هذا الموضوع غير قبل النقاش بس مش معناتها انه انت ما عندك شيء انا بحبه يعني بس انا في كثير مرات بالبرفورمنسز بتعملوها بيكون في شيء ناقص كثير في شيء كثير زايد ليه ما بنحكي عن الزايد مرات انا بقول لكم بتزدوها بس بالعرب بس ولا مره حدا مثلا تحس انه مثلا انه هالجمعه لازم يفاجئني كنت خاف منها هايدي كنت حبها اول شيء بعدين اشدت 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 قد ايه عملت حرب عليك يعني ليه ما اخذت شيء معي انا مجبور اعمل حرب نفسي نسيم انت ليك انا جربت حركك بحكيك اياها جربت حركك كثير بالمواقف كثير من حركة انا كل انسان بشوف عنده شيء بحركه بس عندي طريقه حركش فيها يعني مش انه لازم احكي لك كل واحد يا اخي اذا حدا كل واحد مروان انت ليك بقول لك شغله في اصوات يعني في اشخاص تاخذ الموضوع شخصي انا بحسك كنت تاخذ الموضوع شخصي معي انا ما كنت اخذه شخصي معك انا كنت اجي اقول لك من بوينت اوف فيو تبعي اللي هي انه
يا مروان انت على طول بدك تفرجينا انه انت بتغني. انا ما بدي حياتي زيك. خبرنا كل واحد بدوره بس يطلع من هون عن جد. شو بدك فيي يا اخي؟ انا شو انا ما انا طلبت انا دقيت شو انا استاذ ابيوز يعني انا كنت معود يعني انت ممكن تقول انا كنت معود دائما اغني مثلا مش على مسارح كثار يعني كبار كثير انه بغني اشياء طربي دائما لهيك لما هون ستار اكاديمي غنيت كل الالوان غنيت كل الالوان بس حسيتك عم تغني كلهم مثل بعض ايه مع انه كنت معود كثير غني طربي وما طلعت منه ولا مره حاولت اني غني شيء جديد مثلا في كومبيتيشن او شيء حتى مع التمرين بتمرن ما بدها وقت مش انه تمرنت بثلاث اربع اشهر يعني بدها شغل هاو تو يوز يور فويس يعني دراسه اربع سنين فيك تقعد فيك تضل تدرس في ناس بيسمعوا خيي مع الوقت بصير كل شيء بيتطور قلت لك السمع شغله مهمه ديسيبلين كمان شو بتسمع شو بتغني قد ايه انت بيربى ذوقك من سمعك واللي بتعرفه بتتسمه من العلم والخبره مع الوقت كمان بصير متمرس بس انه كل شيء بتاخده هو من السمع صدقني وخاصه اذا الله اعطيك شو بيقولوا موهبه الفكر الفهم لا فن اللي هو فن المغنى يعني قد ما حبيت بيرفورمانس تبعها هي محمد فظيع عملته يعني انت انجاز كمان عم تغني معها طبقه عالية مش طبقة واطي الغنية هي نفس الطبقة طبعا اصلية I know بس انه صعبة بس انه فظيعة اخذتني كثير وحسيت انه كثير كانت رايحة بالبرايمات صار لها فترة غايبة انا بشجعها شوي زيادة عن زوم بس انا بحبك يعني بحبك تنجح بحبكم تنجحوا كلكم بس انه في اشخاص يا خيي يعني نحن كيف اختلفنا على الاذواق الجاتو في كل واحد بحب شغلة بديك سؤال بعد يعني شايف انا بعد ما اخرج من هنا ايه الستايل اللي اروح عليه في الغنى يعني لو عملت اغاني جديده ليه على طول الحق اللي بقلبك شو بدك فيها انا بعطيك نصيحه بس على طول شو بتحب تغني اعملي بس كمان ملاحظه مش كل شيء بتحبيه انت العالم بتحبه بالضبط انا اللي صار لي 20 سنه بعمله انه جرب اقرب موسيقى البنية على الموسيقى الغربيه اللي انا ربيت عليها انا مأثر بالغرب كثير بس وتأثر بالغرب الشطاره انك تصير تدمج اللي انت بتعرفه واللي انت هو فيك اصلا هو هذا اللبناني تصير شوي شوي تجوزه باللي بتعرفه انت او اللي درسه او اللي انت تصير اوموجين يعني تصير اوموجين وتجرب اللي بيسمعك بالغرب ما ينقز منك حنان تعال غني لي في حاجات اوه اما فهمت سامعيني شو عملتي بس لا تسمع لا 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 تعال بدي اقول لها يا اخي نو هي هذه بدي اقول لها هويدا لك يا هويدا هويدا غالي بدي اقول لها يا عاد يعني شو بدي شو تغني لي بس انا ما رح غني هلا بالبرايد رح غني يا حنان اعطي ما رح احرق الله معك حنان بدي اشوف شو عم تغنيها تعي ما توصلنيش يا حبيبي لهون دايرني ريتني اتكلم ما اقدرش اقول لك غير كل طريقه حبك ايه افتح 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 ولا فاجئني في مرة وهات لي هدية وابلع عينيا حاجة انا مش عارفة املع عينيا اعمل حاجة انا مش عارفة لو مهما كنت قريب ليه ما بتغني هيك ليه ما بتغني هيك على المسرح يلا هالمره بغني هيك خلص برامس وعد مني طيب يلا قلت لك انا رح اشوفكم اجي احضر البرايم الاخراني هذه مرتنا في مش فاينل فاينل بكون انا فاينل يعني اوكي لا هذه هذه بتصوت لك معلش انا يمكن تكون يمكن لا ليك يمكن ما بعرف اشوف هالجماعه اذا بقدر اجي بس خلص ما تجي بس صوت جماعة تجي فور شو صوت انا بصوت لكلكم بصراحه آخر بريك ومنرجع القسم الأخير من يوميات ستار أكاديمي مع زيارة محمد سراج يلي كان محل الطلاب بسنوات سابقة وعاش تجربة الأكاديمية. لو نطقتي هخطفك. عاملة إيه؟ كويسة. أخبارك إيه؟ الحمد لله. كلمة هخطفك. خلاص تعالي. يلا. أنا. ما فينا.
تمو تعال. انت اول حاجة يا هايدي يا هايدي يا هايدي يا بنت اللي ابعد عنك تخون عيارين يا عباس عامل ايه يا قلبي عامل ايه؟ بتهزر انا داخل تايه داخل غلط انا كويس ما دخلتش على الحمامات ازيك يا مروان؟ عامل ايه؟ ازيك يا مروان؟ عامل ايه؟ تعال 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 في ايه؟ ازنق امسكيني امسكيني مش فوتوشوب مش فوتوشوب مش جرافيك مش جرافيك يا لهوي مبروك وصلكوا الفاينل صوتي راح وصلنا فاينل يا هايدي خلاص كلها اسبوع وتشوفوا فرحة الناس اخرجوا حقكم تفاجئوا باللي بيحصل وفرحوا بيه جدا وتبسطوا ولقاءات وحفلات وقابلوا الفانز واتكلموا مع الفانز ما تركزوش في اي حاجة تانية ما هي الناس برضو على قد ما بيحبوك مركزين على دي تفاصيل التفاصيل فأي غلطة حتى لو خرجتوا ولقيتوا مثلا ان حد كان زعلان او بيعاتبكوا على غلطة انتوا احنا بشر بني ادمين يعني انا مش 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 مثال يعني مش نموذجي يعني كلنا بني ادمين وكلنا بنغلط وكلنا حتى لو جت لحظة وانا مع مين بتكلم فسخني على مين فاتكلمت الكره والحب ده شيء طبيعي ان انا اكره حد ممكن يحصل مش حابك يا سيدي مش قابلك مش مفيش كيمياء بيني وبينك بس انا اجيب لكم شويه حاجات حلوه شكلها جت فراغ لا دي كياس بس يا معلم ده تمويه يا بنت ده حاجه مصريه كياس بس استنى امسك عادي يا سيدي والله حته كده صعيدي بقى يا بوي حته صعيدي لا 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 ايه ده متاكد من السايز بقول لك ايه الراجل اللي واقف فضلت واقف اقول له يا بابا كنت مستنى يا رب اطلع انا دايما بطاطس في موضوع انا اصلا بجيب لبس انا غلط تمام فان شاء الله تظبط عليك يا بنت حته صعيدي كده ايه الله حته صعيدي لا خلاص خلاص وسبت الشراب يا قلت يا ده بس انا جاي في الشنطه دي ايه لا والله كنت جايب حاجات في الشنطه باين لك الشنطه كنت جايب شرابات لنفسك كنت واحد يا اخي تجديد والله شوفي كده انا كنت في السادس كان معاك زاهر زاهر درجاتي طبعا زاهر ومين انت دلعنا من تونس كانت كان زاهر البسوه لو سمحتوا كل واحد يلبسوا انت بالذات تلبسوا لا حالا يا رب يا رب نسيم وكان زين في الثانيه اللي تلاقيها يا رب نسيم بيبكي كده زي هو مش يود خالص على فكره خالص بيصعد انت انت مدي على صعيد لو جالك لو جالك عروض صعيدي في مصر توافق اكيد بجد حلو صعيدي تخيل سعيدي تونسي نروح في داهية تمام يا نسيم ايه الحلاوة دي يا نسيم شوف من تحت لا لا طب والله رائعة رائعة ليك اعمل ايدك ما انا شوف كان رايح راح مصر قابلته قابلته في مصر قابلته قبل ما يجي لهجة اللي بيحكيها ايه ليه؟ ايه لهجة كيف الصعيدة عندكم؟ هو صغيرين لي بس لا يا اسرار لا يا اسرار انت طولت في لبنان يا عباس ما تنسيش عشان ما تطولش بس انا مش صغير احسن ممكن طيب ممكن تبدله ممكن تسهل لو سمحت عشان بس ما تقلش ليه ما تقلش ليه نو واي ما تقلش ليه خد بالك يا مش قصيرة مش قصيرة طب على كده انت بقى ايه؟ شارع اسمع مني بس الاكاديمية عاملين قتلتهم يا نسيم قتلتهم يا نسيم شكرا نسيم انا قلت بيخش الناس سنايبر هنا ولا ايه جابكم واحد واحد قلت بقى اجيب الجيتار بقى ايه عشان بما انهم منعوني ان انا ادخل الخلاطه سجلت فانا مذاكرهم وانا ابن مصر يا معلم ده انا ابن بلد ومدقدق مهرب بيحكي مثل دي بيحكي مثل دي شوكولاتة بتحبيني قد ايه؟ بتحبيني قد ايه في البيت؟ مبسوط؟ مبسوط جدا مبسوط؟ قال لك انا مذاكرهم نوع المفضل اقول لك اي حاجة طبيعي فين اللي
او فين بتاعك يا سيدي؟ انا مش واحده عشان تعرفني. اه دي الله اوكي حلوه والله خير بتاعتي احسن. تسلم لي يلا شفناكم كده كتير والله. بس لازم تصوصوا ازاي كده؟ بلاش نتكلم في الماضي، الماضي ده كان كله كراهه، وما دمت بحبك انا راضي اكبر هل على شفاهي. وبلاش نتكلم في الماضي، الماضي ده كان كله كراهه، وما دمت بحبك انا راضي هندور لي على شفاهي. انا راقي ملاك، انا قلبي ملاك، يا راقي ملاك. محمد عباس رسم بطريقه كاريكاتوريه اللحظات الاخيره للبرنامج قبل اعلان النتيجه. بآخر أسبوع محمد عباس أظهر موهبة ما كنا مطلعين عليها. محمد عباس إلى جانب الصوت الحنون والحلو طلع كاريكاتوريست. مسك القلم وابتدى يبدع على اللوح. الكاريكاتوريست بيكون عنده عين مهمة بتقشع كل شيء مضحك عند الأشخاص. وشكله محمد وقت يكون صامت بيكون عم يراقب وما بيطول حتى ينفذ اللي براسه، والنتيجة مثل ما عم بتشوفوا. منك هين يا بيسو، ما بيقول المثل انتبه من البحر الهادي. ما تنسوا تصوتوا للطالب يلي بيستحق يحمل لقب ستار اكاديمي من بين هايدي، مروان، محمد ونسيم. حلقتنا لليلة انتهت، مشاهدينا بلاقيكم بكرة بنفس الوقت. باي باي. Get my heart.